من معز بن شريفيه مباراة مستقبل جيبس والترجي الرياضي المؤجل للجولة 13 واللي احتضنها ملعب عمر دغمان بجيبس بعد ان لبس حلة جديدة سعى فيها المحليين الى تأكيد فوز منتصف الاسبوع امام النادي الافريقي. اهم حاجة نحن نكونوا مركزين، نكونوا بدنيا جاهزين، نلعب كورة اللي قاعدين ندربوا عليها وان شاء الله ربي يوفقنا. وبحث فيها الضيوف على مؤسسة تحكيم الارقام القياسية وتأكيد بطولة مرحلة الذهب. باش نحاولوا نعطيو اللي عندنا 3 بوان معناها يخليونا معناها بعد على الثانيين 7 بوان ان شاء الله اليوم ناكدوا ذي ان شاء الله. يوسف المساك نشوفوك على احتياط اليوم لاباس ما؟ لاباس الحمد لله، عندي شوية وجع في ساقي وان شاء الله معناها اللي يلعب يزازي ان شاء الله. هجوم الترجي يدخل مباشرة في صلب الموضوع، ودريسا كوليبالي يلعب في العمق الى كريم العواضي اللي سدد، وليد بن منصور يدخل في التايمينغ المناسب. رد جليزه كان عبر المهاجم انيس صغب اللي حاول التصويب، ودفاع الترجي يضع كره في الركنيه. الكره الثابته خلقت خطر على الدفاع الاحمر والاصفر، وفيها الركنيه اللي وزعها محمد الشيباني بالمقاس على راس امين عويشاوي كان ليها الحارس معز بن شريفيه بالمرصاد. بنفس السلاح حاول هجوم الترجي المباغته، مخالفه لاسر الثامري، خليل شمام في التنفيذ، ويعني كيف شل في اقتناص الكره بالراس. الترجي بدا يضغط، الجناح وجدي بوعزي نفذ ضربه زاويه، كريم العواضي سدد بالراس، وخميس الثامري يتصدى. محاوله حاول بعد القوبسيه مباغه مرمى بالشريفيه، كره في العمق من الثامري الى ايمن الشيرني، يتوغل على يمين بالشريفيه، يوزع سامي طرابلسي في القامه الثاني، والاسعاء الى اخذ الكره بالراس، لكنه لم يصل في التايمينغ المناسب. نادي باب السويقه عول فرديه ملعبيته، والجناح السريع سمح الدربيري يتجاوز اكثر من المدافع يسدد، والثامري الى الركنيه. عمليه اعلن بعد الحكم عصام الرحموني نهايه الشوط الاول بتعادل ابيض بين فريقين. الفتره الثانيه تنطلق بضغط هجومي رهيب للضيوف. هجوم جليزه حاول مباغته عبر محور دفاع الترجي، والعويشاوي يعجز عن المرور امام ديسا كوليبالي. الفريق المحلي كان قريب من اخذ الاسبقيه في النتيجه. ركنيه على يسار بن شريفيه تتنفذ، على مستوى القامة الثاني وليد بن منصور أعلى من الجميع اقتنص الكرة بالراس، لكن ما إلها خارج إطار مرمى الترجي. مستقبل جيبس يلعب الهجومات المعاكسة، لمسة ذكية من الشيرني إلى السيم المهبي، والتزيدة الأخير فوق مرمى بن شريفية. ديكا السيل يلعب ورقة يوسف المسكني ما كان شقيق إيهاب. هجوم الترجي يمر إلى السرعة القصوى، يعني كيمرر العواضي، كريم يخرج بوعزي راس راس مع الثامري، الأخير يتصدى، الكرة تعود أمام العواضي، يعرقل داخل مناطق المحرمة، والحكم يعلن ضربة جزاء. ضربة جزاء نجح في ترسيمها العواضي في 68 كي قلعب. يسجل الهدف الأول كريم العواضي، يفتتح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي من ضربة جزاء ناجحة. الخط الأمامي الأحمر الأصفر يواصل ضغطه، ويانيك نجانك يفوت في فرصة مضاعفة النتيجة لوضعية سانحة للتهديف. عملية أخفق بعد وجدي بوعزي في رفع الحصيلة للترجي، والامتياز كان لحارس الجيزة خميس الثامري. المباراة تسير نحو النهاية، والكامروني يانيك ينجح في ضغط الهدف الثاني للترجي بعد تزيدة يسارية قوية تحدث مهارة الثامري، وهو بالمناسبة الهدف رقم 10 لهدف البطولة. الترجي وفي البطولة إلى حد الآن، هذا هو الهدف الثاني التسديدة. 4 دقائق وقت بديل، وهجوم المحليين يعجز عن الرد، لتنتهي المباراة بفوز الترجي بثنائية نظيفة، وهو الانتصار الثاني 10 على التوالي الأصفر والأحمر بقيادة السويسري دي كاسيل. في حين انقاذ مستقبل جيبس الهزيمه السادسه منذ انطلاق الموسم، والثانيه بشرف سفيان الحيدوسي في 7 مباريات ليه على راس الطرف الفني لجليزه. هذيك كره القدم معناتها ما نعرفوش ضربه جزاء من ضربه جزاء، مع ضربه جزاء حمراء، مع زيد في وسط المباراه يخرج لك دو بيفو مضروبين، مع مباراه حد ربع حد، ومع دو بيفو يخرجوا لك بيلانتي وحمراء ياسر. تري كونتون باسكو سي لا دوزيام فيكتوار دافيلي. سعيد جدا بالفوز رقم 12 على التوالي، سنسعى للفوز رقم 13 في الجولة القادمة وتحقيق الرقم القياسي. أشكر اللاعبين على المردود اليوم، خاصة أمام منافس صعب على أرضية ميدان. Et c'était difficile, mais je pense que sur l'ensemble du match, on mérite amplement la victoire.